بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 26 لهذا الموسم. السباق الذي اشتمل على 7 أشواط أقيم على كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة وكأس المحافظة الجنوبية وكأس المرحوم يوسف راشد بورسلي وكأس شركة شيفرون وكأس نادي الفرسان البريطاني، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالأسخير. وقد حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة بتقديم كأس المحافظة الجنوبية إلى المالك الفائز سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، كما قام خالد حجازي ممثل شركة شيفرون بتقديم كأس الشركة إلى أسحاق مراد، بجانب جائزتين إلى المضمر هشام الحداد والفارس نيل كالان الفائزين بالمركز الأول في الشوط الثاني. فيما قدم الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد آل خليفة إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وذلك بحضور الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. فيما قدم السيد فهد راشد بورسلي كأس المرحوم يوسف راشد بورسلي إلى هادي إبراهيم العفو، كما قام السيد ستيفن والاس مدير السباقات والعلاقات الدولية للمجموعة بتقديم كأس نادي الفرسان البريطاني إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكذلك جائزتين إلى المضمر ألان سميث والفارس عبد الله فيصل الفائزين بالمركز الأول في الشوط الخامس.